امال حزلقوم فين؟ سي حزلقوم لسه نايم، قلت اسيبه براحته عشان جاي من سفر برضك. على فكره بقى اخوك حزلقوم ده ازريل هيرو، لولا انه جه وانقذنا واشترى البيت كان زماننا كلنا هومليس دلوقتي. باه كيف هتقول الكلام ده يا سمنتتي؟ امال انا رحت فين؟ معقوله برضك كنت عهملك يعني كده تيوبلس؟ تيوبلس ده انت اللي هوبلس. anyway انت معاكي حق، فعلا هو اللي جه انقذ الموقف. انا اول مره احس ان ليا اخ ظهر اتسند عليه. نعم ده على اساس انك قاعد اكل شارب نايم السنين اللي فاتت دي كلها في درع ايتام كيف القطط تاكل وتنكر. هو قصده يعني ان سي حزلقوم كفايه انه رجع البيت. الله العظيم كلاتكم غلابه، البيت لساته ما رجعش. ايه الهزي ده؟ طب ما العفش كله رجعوا واحنا قاعدين بناكل في سفره الدوار بتاعنا. كلامك كله زين الا اخر كلمه، الدوار بتاعه هو بس. احنا بالصلاه على النبي كلاتنا قاعدين في الضيافه سي حزلقوم. وهتفرق ايه يا كبير؟ ما انتوا كلكم واحد. لا تفرق تفرق، وشكلك على عينك غشاوه وما شايفاش دلوقتي. لو حزلقوم ربنا كرمه ولقى انتايه من نفس فصيلته وتجوزها، طبعا حيرزينا بيها هنا في الدوار. والولي اللي تختار واحد كيف حزلقوم ده اكيد هتختار عفش تاني غير العفش ده. ساعتها لما تاتي تاخد عفشك ده وترميه بره هتقدر تقولي لها تلت التلاته كام؟ الرياكشن اللي انت عاملاه ده برايسلس. وانت 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 يا خفيف اللي عم تكركر، انت انت برضك مش بعيد من اللطه. افرض دلوك حزلقوم وانتايته حبوا يحافظوا على السلاله وقاموا تكاسروا وزربوا لنا مساخيط تانيين، الاوضه اللي فوق دي ما تكفيهمش وياخذوا اوضتك عشان يوسعوا على نفسيهم، وساعتها هيرموك انت وخلقاتك في الجنينه. ساعتها تقدر تقول لهم لا. اوه شيت. ما تبالغش يا كبير، حزلقوم باين عليه شكله طيب. اذا كان هيعمل كده في اللي من لحمه ودمه، امال انت اللي غريب عني هيعمل فيك ايه؟ ها؟ هرميك في الشوارع انت وجوزك النطع ده، وده يمشي بيك في البنسينات ويلف بيك على الموالد وما عرفش شغلك ايه؟ في مقوله يونانيه بتقول الفلوس عاد خير النفوس. فوقوا يا جماعه.